أيضا للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز. دكتور خلينا نتكلم عن التجارة بين البلدين، إيه أهم الأدوات اللي لعبت الدور الرئيسي في تعزيز التجارة البينية بين مصر وفرنسا في المرحلة دي؟ يعني وطبعا خلينا نبدأ من البداية ونقول أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات تاريخية، محبة كبيرة بيكونها الشعب المصري إلى فرنسا، وهي محبة متبادلة. الشعب الفرنسي يحب مصر بصورة كبيرة جدا، متواجد في مصر سياحيا. الثقافة المصرية والحضارة المصرية هي محل تقدير واهتمام كبير جدا بالنسبة للمواطن الفرنسي. هذا الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على العلاقات المصرية الفرنسية التي بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 5 مليار يورو، يعني 5 مليار يورو استثمارات فرنسية في مصر، بينم على هذا الود وهذه الثقة. أيضا لدينا صادرات مصرية كبيرة بيتم تصديرها إلى فرنسا. مصر بتصدر إلى فرنسا الوقود، الزيوت المعدنية، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، المواد النسيجية والزيوت العطرية، هي منتجات كثيرة جدا ومتنوعة. أيضا مصر لديها واردات مهمة من فرنسا. المواطن المصري بيرى العلاقات المصرية الفرنسية في حياته، التعاون المصري الفرنسي في مشروع مترو الأنفاق الذي يستخدمه المواطن القاهري. أكثر من 25 مليون مواطن مصري يستخدمون مترو الأنفاق، الذي هناك تعاون كبير سواء في الخط الأول أو في أمور متعلقة بالخطوط التالية من خطوط مترو الأنفاق. التواجد الفرنسي في متواجد في الكثير من القطاعات، سيما في القطاع الثقافي. السياحة وهي عنصر مهم من مقومات التعاون. السائح الفرنسي مهم جدا ورقم مهم جدا في المعادلة السياحية المصرية. عام 2019 كان عام التقارب المصري الفرنسي. الواقع أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات كثيرة كبيرة ومتنوعة في الكثير من المجالات والكثير من القطاعات، سواء في قطاع النقل أو في قطاع الصناعة أو في الاستثمارات. هناك الكثير من الشركات الفرنسية التي تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، في مشروع المونوريل، في البنية التحتية التي تقوم بها مصر في العديد من المجالات. هذا التعاون الذي يؤسس من خلال العلاقات الطيبة ما بين القيادة السياسية في مصر وفرنسا إلى مضاعفة حجم عمليات التبادل التجاري والتعاون وجذب استثمارات فرنسية لمصر خلال الفترة القادمة. طيب دكتور وليد، اللي حضرتك ذكرته بشكل مفصل للغاية، شكرا جزيلا، مسألة كل هذه القطاعات اللي بتشهد الزخم في التعاون بين مصر وفرنسا. لو سألت حضرتك عن المجلس الرئاسي المصري الفرنسي اللي تم إنشاؤه في أبريل 2006، إيه الدور اللي لعبه هذا المجلس في هذه المرحلة لدعم التعاون الاقتصادي بشكل أكبر وأكبر بين البلدين؟ طبعا دور مهم جدا، لان يعني الامور لما بيكون هناك اشراف على مستوى الرئاسه من الدولتين، ده بيكون له دور مهم جدا، لان من خلال هذا المجلس بيتم تذليل العقبات للمستثمرين. احنا يعني عايزين نقول ان البروتوكولات الحكوميه والتعاون الحكومي إن كان في مجمله بيركز على تهيئة عملية الاستثمار وعملية النشاط التجاري والاقتصادي للقطاع الخاص، فإن هذا الأمر يحتاج إلى رعاية حكومية. عندما تكون الرعاية الحكومية على المستوى الرئاسي بيكون لها دور كبير جدا ودور حاسم، وبيعطي الثقة والطمأنينة إلى القطاع الخاص في البلدين على التعاون بأنهم يعملون ضمن رعاية رئاسية من البلدين. هذه الرعاية الرئاسية سريعا يا دكتور وليد، ودايما بنشوف أنه رئيس السيسي في كل محفل دولي بيذهب إليه بيتعامل بشكل مباشر مع رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين. الرسائل اللي هذا الأمر بيبعثها للمستثمرين بتكون إيه؟ هو الواقع أن يعني مصر شهدت خلال السنوات الماضية نجاح كبير في الدبلوماسية الرئاسية،
ونجحت الدبلوماسيه الرئاسيه في جذب الكثير من الاستثمارات اللي موجوده في مصر سقطا في السيد الرئيس، وهذا الامر بيعطي طمانينه كبيره جدا. وبنتابع المستثمرين في العالم، والمستثمرين الفرنسيين في الشركات الكبرى عندما ياتوا فهم مرحب بهم، ويستطيعوا بالفعل التواصل مع مؤسسه الرئاسه لحل كل مشاكلهم. هذا الامر اللي بينعكس انعكاس كبير على أرض الواقع من خلال زيارات متبادلة على أعلى مستوى، من خلال تدخل رئاسي بتقديم كافة الحلول وكافة المزايا التي من الممكن أن تسهل نحو دفع عملية الاستثمار بصورة كبيرة. شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات.